مساء الخير على كل متابعي اليوم السابع، مع حضراتكم مصطفى جابر. احنا دلوقتي واقفين قدام محمد خريج حاسب آلي ونظم ومعلومات، وشغال زي ما حضراتكم شايفين في غزل بنات. محمد بيعمل غزل بنات، يعني بمعنى أصح هو بيرسم غزل بنات، بيرسم فراشة وبيرسم ورد وبيرسم بطوط، حاجة جديدة يعني هو قرر ان هو يكون متميز فيها. يعني خلينا نعرف اكتر عن رسم غزل بنات مع محمد. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كده بقى الموضوع بدأ معاك من امتى وشغلت بقالك قد ايه؟ انا عندي 27 سنة، خريج حاسب آلي ونظم معلومات إدارية، بكالوريوس 4 سنين. الموضوع بدأ معايا من وانا في الكلية، في اوائل الكلية. الفكرة كانت جديدة وما كانش في حد منفذها هنا في اسكندرية خالص، فعجبتني الفكرة ان انا انفذها هنا. وكان ليا واحد صاحبي من اسكندرية اصلا، انا من محرم بيه، وكان ليا واحد صاحبي مسافر بره، فهو كان شغال على الموضوع ده. لما نزل اجازة هنا اعطاني الفكرة وانا اشتغلت عليها فيما بعد وكملت الموضوع وطورته بعد كده، لان المكنة اللي انا شغال عليها مش موجود منها العادية بس، فالموضوع لما اتطور عطى شكل مختلف خالص عن غزل البنات العادي. ده من وانت بتدرس صح كده؟ مظبوط. الفكره اللي انت وانت بتدرس هشتغل غزل بنات وانت اصلا يعني انت كليه حاسب. بص انا حاسب آلي ونظم معلومات اداريه، وغزل البنات غزل البنات ملوش علاقه بالدراسه. انا عارف ان ده مجال وده مجال تاني، بس انا عجبتني الفكره ان هي جديده ما كانش حد منفذها خالص، وعجبتني ان هي كمان بتعمل بهجه للناس والموضوع كان جديد، فان انا اول حد نفذ فكره فدي كانت حاجه جميله جدا، وفعلا الناس فرحت بيها ان هي مختلفه عن العاديه، فدي عطت عطت موضوع مختلف يعني. عم السيد سيبني ثواني. فكره دي ترسم اشكال دي انت دخلت شفتها عند حد درستها او قلت اي حاجه؟ بص، هي في البدايه كان في واحد صاحبي مسافر بره، في واحد صاحبي كان مسافر بره وكان معاه تفاصيل الموضوع، تفاصيل المكنه، لان المكنه دي غير المكنه العاديه. فلما جينا هنا اشتغلنا عليها عشان نعرف نعملها، فهو ساب لي شويه تفاصيل وانا كملت عليها الموضوع. يعني الموضوع يعني لك شويه خيوط انا امشي عليها، وبعد كده انا قفلت المكنه هنا على اشكال البوديهات اللي انا اقدر. ايه المكنه اللي الوحيده اللي تعرف تعمل اشكال؟ غير المكنه العاديه، المكنه العاديه ما بتطلعش اشكال خالص. وريني كده. يعني دي مثلا شكل ورده، ممكن تكمل، ممكن اكملها لك. عايز خد مره واحد راح يجيب خد، ماليش خد هنا. طب انت كده اشتغلت مره واحد راح يشتغل، ماليش الا اشغله. وانت كده اشتغلت وانت بتدرس مره واحد راح يجيب. انا اشتغلت وانا بدرس، اشتغلت وانا بدرس. بعد ما خلصت دراسه قلت هكمل في الموضوع ده؟ كملت في الموضوع لان هو لقيته يعني الموضوع كويس جدا مع الناس، وكان وده اول مشروع انا اعمله مع نفسي واقدر اعتمد فيه على نفسي يعني. تمام. شفت الاقبال عامل ازاي بالنسبه بقى للاطفال؟ وهو ده سبب من الحاجات اللي انا مخليني اقدر اكمل في الموضوع، يعني اقبال الناس على الفكره عموما، وان هي بتبقى مبسوطه بيها وبتاخدها بتتصور بيها والكلام ده، ده اللي مخليني اقدر اكمل في الموضوع. الشكل ب10، الكبيرة ب10، وفي حجم أصغر شوية ب7.5. طبعا عشان في يعني اللي بيبقى عايز شكل كبير ماشي، اللي عايز شكل أصغر شوية عشان مش كل الناس بتقدر تاخد كمية سكر كبيرة، في أطفال كمان بتبقى محتاجة كمية صغيرة شوية، ففي ب7.5، ولو ممكن أصغر شوية ب5. ده جيل ورد صح كده؟ ده كده ورد. في أشكال تانية، في وردة، في فراشة، في قلب، في بطوط. ممكن اعمل فراشه، ممكن اعمل قلب، ممكن اعمل حاجه دلوقتي بعد الوقت. يلا بينا. ترسم لنا ايه بقى؟ هعمل لك دلوقتي فراشه. فراشه؟ قولي بقى للناس اللي عايزه تجيلك، انت واقف فين؟ انا مكاني في خالد ابن الوليد،
خالد ابن الوليد شارع محمد عوض جبريل. يعني لو جاي من على البحر هتيجي من الشارع بتاع بير مسعود هتاخده لحد اخره هتلاقيني واقف على اول الشارع. الشارع اللي اخره بير مسعود. يعني لو جاي من على البحر بير مسعود تلاقيني في اول الشارع. لو جاي من خالد ابن الوليد من قدام هيبقى اول شارع يمين اسمه محمد عوض جبريل. هتركب مشروع عادي؟ لو اسكندريه مشروع بالظبط. وهتقول له يا اما تنزل بير مسعود وده قبل خالد بن الوليد هتروح شارع الفوشه هتطلع قدام محمد بالظبط. يا اما تنزل خالد بن الوليد عادي جدا وتفضل ماشي قدام محمد على اليمين بالظبط كده مظبوط. محمد عوض جبريل شارع اسمه احمد محمد عوض جبريل. شارع اسمه محمد عوض جبريل. اللي حابب يجي يشوف رسم محمد في مدرسه البنات. انت مكانك في يا محمد؟ في مكان تاني في الليجاتيه شارع الابراهيميه شارع الليجاتيه. عند مول الليجاتيه الجديد. انا يا اخويا يعني في تبديل في الموضوع. اول ما ابتديت الموضوع ونزلت شارع الليجاتيه وكان في ترحيب كبير بالموضوع والفكره ان هي جديده فالناس رحبوا بيها جدا. يعني اول ما ابتديت بالرسم عامه بس كانت اشكال ايه مش نفس الجوده بتاعت دلوقتي. كان الموضوع لسه جديد. انا عايز افهم دي هتبقى دي هتبقى إيه؟ فراشه. يعني هتبقى فراشه ازاي؟ يعني يا ريت نتابع اللايف عشان دي هتبقى فراشه ازاي؟ كده بقت فراشه خلاص؟ لا لسه بتكتب. عايز اوضح فكره برضو الالوان اللي انا شغال بيها. الالوان اللي انا شغال بيها دي السكر ده بتاع التورت الملونه. التورت الاشكال برضو بتجاب وبتخفف. دي كده بقت شكل فراشة. ممكن بقى اكبر فيها على حسب الحجم اللي عايزه الزبون. الفراشة الحلوه دي بكام بقى؟ دي في منها ب7 ونص وفي منها ب10 برضه. يعني على حسب. الاشكال مش هتفرق معايا. عامل واحده تانية اللي هو بقى ايه هعمل شكل تاني اللي هي الوردة واعمل لك من بره قلب عشان ما تبقاش الوردة عشان ما يبقاش القلب فاضي. يلا بينا. يلا دلوقتي هتعمل ايه قلت لي؟ هعمل القلب. هعمل وردة من بره قلب. وعلى فكرة انا ممكن يتعمل شكلين في شكل واحد. مش لازم يتعمل شكل واحد. يعني ممكن يبقى شكلين. ممكن يبقى شكل جوه وشكل من بره. قلبين يعني؟ لا مش حوار قلبين. هو ممكن يبقى شكلين في شكل واحد. يلا بينا. ابتديت بالوردة وبعد كده القلب. الفراشة دي جت بعد وقت والبطوط ده جه بعد وقت اطول. الوردة كانت الاول. يعني اول شكل كانت الوردة كان هي ابسط حاجة. بعد كده دخلنا في حوار بوكيه الورد والقلب. القلب جه بعد وقت والبطوط جه بعديهم يعني ممارسة اكتر. الشكل بطوط. بس ده بياخد وقت اطول شويه. احنا قلنا هنعمل ايه؟ ورده ومبغل. وعلى فكره الداعم في الموضوع ده واللي بدانا سوا مع بعض في حوار غزل البنات ده اخويا اللي هو واقف في الابراميه دلوقتي. اخوك اكبر منك ولا لا؟ اصغر مني. بس مع بعض يعني على طول. هو بيساعدك في احنا مع بعض في الشغل من وقت البدايه واحنا مع بعض. يعني الموضوع بدانا مع بعض.
كده احنا نرسم دلوقتي اه دي كده لسه وارده زي ما هي لما لسه شويه عشان بس ناخدها خطوه خطوه عادي دي كده لسه وارده زي ما هي كده ورده اه طب بعد كده بتخلي الورده الورده هعمل من بره قلب بقى ماشي تعليم حاجه زي كده ياخد وقت اه ده جت معايا بعد وقت طويل اه والله موضوع جاب بعد وقت طويل تعليم وظبط ايدك بتاخد وقت طويل في الممارسه يعني ظبطت الايد وتعرف تظبط الالوان والتناسق بتاع الالوان وتطلع الشكل مظبوط مش ما فيهوش اي غلطات بعد وقت طويل في الممارسه ده كده هي ورده زي ما هي بروح عامل ايه بروح عامل القلب ده كده بتفاجئ بيه الناس ان انت عملت شكل تاني تمام كده بقى اه كده بقى قلب وده معظم اللي يعني معظم اللي بياخدوه بيبقى مثلا واحد وخطيبته آه حد جايب هديه لاخته مش عارف ايه الكلام ده كده يعني هعمل لك بقى دلوقتي ايه هعمل لك بوكيه ورد بقى بس حاجه اعمل لي بطوط يلا بينا شويه اه بس يلا اه هو كل شكل بياخد كمية معينة من السكر على حسب حجمه وعلى حسب الشكل الشغل اللي فيه حد بيقول لك انت مكانك فين استاذه مديحه بتقول انت مكانك فين آه في مكان في الابراهيميه شارع اللي عند مول اللي جاتيه الجديد اه او انا ساعات بقف هناك عادي هما المكانين واحد بيعملوا نفس الشغل برضه وفي خالد ابن الوليد اه الشارع اللي هو بتاع بيبي مسعود كده هنطول صح كده؟ اه انا هحاول برضه اسرع ايدي شويه ان انا انجزه في وقت قليل يعني هو كل شكل بيبقى واخد وقت طويل بس بعد كده بعد كده بالممارسه ما كميات معينه اه على حسب الحاجه اللي انا هعملها على حسب هنا بيخش مع بعضه عايزه اخد لها واحده مش الوان كام ال 10 ايه عايز واحده بس واحده شكل بطوط ده لازم حد يكون حد كذا حاجه اه ولازم حد يكون ماسك معايا عشان اعرف اشتغل بيعمل حاجه انت الاشكال دي بتعتمد فيها بقى ان الاطفال وهي معديه تبص على حاجه صح بالظبط اه هي اللي بتاخد العين Thank you.
بص عشان انا شغال بيد واحده فده شكل مقرب للبطوط، هو طالع مظبوط اكتر من كده، بس لو انا شغال لو معايا حد بس علي البق شويه البق عليه شويه فعايز يتظبط ينزل تحت شويه كده يعني بالظبط عشان ودي بتتظبط شويه كمان. في ناس بتسال سعره كام؟ الشكل ب 10 بس البطوط دي 10 ما فيهاش ب 7.5 لان بتبقى حجمها كمان اكبر من كده شويه. في ب 7.5 وفي ب 10. ماشي غير بطوط. والاطفال اللي بتبقى عايزه مثلا صغيره خالص ب 5 ما فيش مشكله يعني ما بمشيش حد ما عشان ما حدش يمسك شيء زعلان يعني. بتعمل عادي. الايه؟ لو في ناس بتبقى عايزه بسعر اقل من كده عادي. لو حد بقى عايز بقى اللي هو ياخد حجم عائلي بقى انا معايا يعني. عادي كمان اكبر من كده ممكن توصل 15 بس ما بعليش عن كده. وفي علب اللي هي تكاوين عشان ممكن حد مثلا مع اطفال عايز ياكلها في البيت واخدها لحد ابنه. دي شكل العلبه ثلاث طبقات، بتبقى ثلاث طبقات مضغوطه فيها الثلاث الوان. لو حد مثلا عايز ياخدها لابنه في البيت الكلام ده موجوده برضه. عشان هعمل لك بقى بوكي ورد. ده حاجة هتبقى هبدأ في اللي انا شغال فيه ده.